وأحببت أن ألفت انتباه الأخوة وأطلب منهم ومن مجلسكم الموقر متابعة القضية التي يلتقي عليها نواب هذا المجلس، ما يقارب 40 نائب، كلهم وقعوا ميثاق التضامن مع الكويتيين العاملين في القطاع النفطي الخاص. هذه قضية الأخ الرئيس لا تمثل فرد أو فردين، تمثل أولاً قطاع هو عصب الصناعة والاقتصاد في بلدنا الحبيب، وأيضاً تمثل 14,000 أسرة كويتية، 14,000 عامل وعاملة، وتمثل كذلك سيادة القانون. القانون 28 لسنة 1969 خاص للكويتيين العاملين في الأعمال النفطية، وأنشئ في وقت لم تكن هنالك شركات نفطية مملوكة للدولة قبل تأميم هذه الشركات، فأنشئ للقطاع النفطي الخاص أساسا. تفاجأوا الكويتيين العاملين في هذا القطاع بعد إنشاء الشركات الحكومية بأنه فقط يطبق على الشركات الحكومية، ويعطي الكويتي العامل في الشركات المملوكة للدولة الحماية والضمانات والحضانة ومكافأة نهاية الخدمة والتأمين والحقوق النقابية والعمالية. وعندما أتوا العاملين في القطاع النفط الخاص تفاجأوا بأنهم محرومين من هذا القانون الذي أقره مجلسكم الموقر لخدمتهم وحمايتهم، وتم إحالتهم لقانون العمل الأهلي مع غيرهم من كويتيين وغير كويتيين يعملون في الأعمال النفطية وغير النفطية. فهو تطبيق غير صحيح للقانون، وخلاف القانون، وخلاف إرادة هذا المجلس، وخلاف أهمية هذه القضية وهذه الشريحة. لذلك كان هذا الطلب بتكليف اللجنة الصحية والاجتماعية والعمل بمتابعة الموضوع. وأيضا لفت نظري الزملاء في اللجنة التشريعية إلى أن هنالك اقتراح بقانون مقدم بهذا الصدد، ولتأكيد هذه الفكرة قدمه زميلنا الدكتور عبد الكريم الكندري، وانتهت منه اللجنة التشريعية وأحيل للجنة المالية ويتعلق بهذه القضية الهامة وهي القطاع النفط الخاص. لذلك أيضا هي دعوة للأخوة في اللجنة المالية للنظر بهذه القضية بعين لا أقول فقط الرحمة والمساعدة والإعانة، ولكن بنظر القانون والتطبيق الصحيح للقانون. وهي رسالة منا للزملاء وأيضا للأخ الفاضل وزير النفط ووزير الكهرباء والماء، فهي تطبيق للقانون الذي أقسمنا جميعا وزراء ونوابا على تطبيقه والتزامه. الأخ الرئيس هنالك رسالة